ضمن الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، افتتح مسجد البراسي بقرية الرمادي بمركز إدفو بمحافظة أسوان بحضور الدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة، والدكتور حنفي محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، وقيادات المديرية وجمع غفير من المواطنين. الزميل عبد الله الأنصاري شارك المواطنين احتفالاتهم. بحضور الدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام لمحافظة أسوان والدكتور حنفي محمود دياب وكيل وزارة الأوقاف بأسوان وجمع كبير من أهالي قرية البراسي بالرمادي بإدفو بأسوان، تم افتتاح مسجد البراسي بالقرية بعد إعادة إنشائه. أدى خطبة الجمعة فضيلة الدكتور يوسف الغنيمي مدير عام الدعوة وكالة حول الشهادة في سبيل الله. من حسن طالع في هذا اليوم أن نفتتح هذا المسجد في هذا المكان بمركز إدفو، ويجتمع هذا الافتتاح بمناسبتين عظيمتين، مناسبة 6 أكتوبر وأيضا مناسبة مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم. طبعا وزارة الأوقاف لا تأل جهدا في عمارة بيوت الله في أي لحظة من اللحظات وفي أي وقت من الأوقات، سواء من ليل أو من نهار. أنشئ هذا المسجد في ثمانيات القرن الماضي، وظل حتى العام الماضي بدأ عملية الإحلال والتجديد بالجهود الذاتية وبدعم من أشقائنا في المملكة العربية السعودية المحسن أبو تركي جزاه الله خيرا، والحمد لله تبلغ مساحة هذا المسجد ما يزيد عن 260 متر، أقيم على دورين، مصلى للنساء وملحق أيضا مصلى للرجال، بالإضافة إلى المسجد الكبير. هذا اليوم يوم عظيم جدا إن نحن نحضر هذا الافتتاح، افتتاح مسجد البراسي بالرمادي بحري، ويعني أنا أتقدم الشكر الجزيل الذي قام بهذا المجهود الكبير الشيخ تركي الخير، وأشكر أهالي البراسي جميعا بكل نجوعها. وهذا المسجد الذي نحن بصدده أظن أنه يلم أو يجمع عامة البلد أو مستوى البلد تصلي في هذا المسجد، فهو المسجد الجامع لهذه البلد، فوفق الله سبحانه وتعالى كل من عمل عملا في خير، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا واستعمله، قالوا يا رسول الله وكيف صلى الله عليه وسلم، أن يوفقه الله عز وجل لفعل الخير أو لعمل الخير. وأبنائنا كلهم اللي في البلد كلها، البراسي كلها، كلهم تكاتفوا من أجل بناء هذا المسجد، من أول طفل صغير لأكبر شيخ في البلد لأكبر واحد في البلد، والناس كلها تكاتفت من أجل يعني إخراج هذا الصرح العظيم. ما أجمل هذه المناسبة التي جاءت مواكبة لذكرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وموضوع الخطبة الذي جاء حول فضل الشهادة إحياء لذكرى شهدائنا الأبرار.